يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الأب لأولاده من حفظ منكم مثلا 3 أجزاء من القرآن فله هدية، أو أخذ الترتيب الأول في الدراسة فله هدية، فأعطى الفائز دون الآخرين من الأبناء، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك، لأنه لم يعطه محاباة له، وإنما أعطاه جائزة يحفزه على حفظ القرآن، ولا منع الآخرين أنهم يحفظون، ما منعهم، لو حفظوا لأخذوا مثله. نعم، كما أنه يجوز له أن يعطي الفقير منهم والمعوز، يعطيه قدر حاجته، وإذا كان فقيرا وليس له مصرف له أن يعطيه ما يكفيه. نعم.